بون دوكا راح نهضر مع لي زوديتور تاعنا، نهضر مع الشعب الجزائري، نهضر مع الناس اللي تسمع فينا. على كل حال، اولا اللي قال لكم بلي سي ان درون اللي ضرب ولا سي ان ميسيل كذاب، ا كومونسي بار رئاسه الجمهوريه. لي كاميون اون تيتي انسوندي، نحرقوا افيك ان تروك انسوندي. كال تيب التحقيقات ما زالت. السؤال الاول اللي يطرح، شكون اللي مسؤوليته المنطقه هذيك؟ هي مسؤوليه قوات الامم المتحده، لا مسؤوليه البوليزاريو ولا مسؤوليه واحد اخر. رقم واحد. رقم اثنين، اعطيونا لا لتر دو ترونسبور نتاع لي كاميون هادو، اعطيونا لي دوكيومون دواني تاع لو باساج نتاعهم. علاش فاتوا على الصحراء الغربيه وما فاتوش على الحدود اللي عندنا مع موريتانيا، الحدود الرسميه؟ لانه عندنا حدود مع موريتانيا وعندنا دي بوست فرونتالي. ما عليناش هادو، كل ما ندخلوش فيهم. دركا العيب بان والكذب بان، قضيه مفتعله اللي ماتوا ربي يرحمهم، والقضيه مفتعله. لازم نفهموا حاجه، دركا الشعبين في زوج. المروك عنده تظاهرات ذات طابع اجتماعي، عنده فوضى كبيره قاعده تكبر عنده في البلاد، والجزائر على بالناس كي سباس وراهي داخله في فوضى اجتماعيه. المروك والجزائر في زوج على بالهم باللي مع دركا سكون ابل سيرتان سيركوي دابروفيزيونمون او بلون مونديال تكسروا بارابور لو فرات بارابور لو كو اي بارابور على دوموند دون تو لي دومين ماتيير بروميير اليمونتاسيون باسكو ليكونومي على ريديماري. دونك لي بيي هادو عندهم حلين، نهضر على البقوق تاعنا والبقوق تاع المروك، او بيان يل بويز دون لي كاس نتاعهم باش يسكتوا الشعب، او بيان يخلقوا ازمه. دركا جات لوكازيون، دركا نهضروا على الحرب. اسيدي ما عليناش، ايا قال المروك هو اللي ضربهم، نحيروا عزرينو سي با زان بروبليم، اون فوا فير اون غير مع المروك. نقول لكم حاجة واحدة، أولا مصير أي حرب هي لا سيناتور داكور دو بي. أي حرب تصرى راح تكمل باتفاقية سلام. بصح المشكل وين؟ هادوك اللي ماتوا في الحرب وهذيك الخسائر اللي راحت في الحرب وهادوك الشيء اللي تهدم في الحرب، هذاك الاتفاقية تاع السلم ما تغير فيه والو. اللي ماتوا خلى لي تا ما خلى لي تا، ما الدار اللي رابت رابت، المزرعة اللي تحرقت تحرقت. كي نديروا حرب ولاد الشعب منا ولاد الشعب من هيه، ويبقى الكافي تاع الملك نتاعهم لوم لو بلو ريش دافريك حاكم، ويبقى البقوق تاعنا حنايا لو شترومف نتاعنا حنا حاكم. شكون اللي خسروا؟ خسروا الشعبين وسكتوهم، سكتوهم على المطالب الحقيقيه. لافير هذه صارت ا 90% درك تاكدت، باسكو علاش الكماين نحرقوا ما نضربوش، يا با دامباكت نتاع ميسير ولا ديفلاغراسيون ولا ميم تاع مينا. دونك ايزون تيتي انسوندي، كيفاه ماتوا لي شوفر ما على بالناش، ربطوهم وخلاهم يتحرقوا وتيراو عليهم غموهم اون سي با. دونك هذا امر دبر بين المراديه وبين القصر الملكي. دونك المطلب دركا باش تحطموا الخطه الجهنميه اللي خلقها نفس القوه اللي حاكمه المروك وحاكمه الجزائر، لازم الشعوب تخرج في الجزائر في تظاهرات، وفي المروك في تظاهرات، وفي فرنسا وفي هولندا وفي بلجيكا وبارتو وين كاين لي زالجيريان لا ماروكان، ولو كان كاين زوج عباد، في تظاهرات رافضين اي تصعيد واي انزلاق واي مواجهه مسلحه بين الجزائر والمروك.
المطلب الثاني اللي الشعب لازم يطلبه هو ان كوميسيون دونكيت انترناسيونال دوليه. علاش؟ لانه المنطقه اللي صار فيها الانسيدون منطقه تحت حمايه لوني، تحت حمايه وي توتافي فريد. maintenant il parle الشعب ما يهضر لا على النزار لا على البطاطا لا على الزيت. الشعب في راسو يستعد للحرب، رايح يحارب. واش راح تحارب؟ ما على بالك شعلاوه، ما على بالوش. انا نقول للشعب يطرح نفس السؤال. شفت واحد لا فيديو، واحد يقول لك مساكن، واحد يقول لك فهموني دي كاميون الجيريا علاش يترافيرسي وين زون دو غير برك. فهموني دي كاميون الجيريا علاش يترافيرسي منطقه حرب، علاه رايح لموريتانيا؟ كاين منطقه حدوديه مع موريتانيا محميه وبوست فرونتالي وكاع، لازم تفهمونا. وشكون العسكر اللي حامي حدود الجزائر ويخلي الكماين نتاع الجزائر يدخلوا المنطقه حرب فيها حرب برك؟ ما عليناش يا سيدي، هاو نقولوا المروك ضربهم ماشي بدرون، ضربهم بطوماهوك. ايا نحطوا رواحنا احنا دركا عندنا مشكل في جنوب الجزائر، عندنا حرب مع قبيله معينه والله فكره، ويجيو كماين تاع المروك فايتين، ابانا نضربهم بسيتو برك. دونك لازم نفهمو لو ماريونيتيست اي لو ميم رياليتي توت افي. لو ماريونيتيست اي لو ميم سي لو نيو كولونياليزم، سي لينمي ديار، سي لينمي دوجوردي، عدو الامس هو عدو اليوم. وللشعبين ما نقولوش للحكومتين، لان الحكومتين حكومتين خاينين، القصر الملكي خاين والمراديه خاينه، في زوج خوانه. مسؤوليه هاد الكماين تاع الناس اللي ماتوا مسؤوليه تبون ومسؤوليه ميميسيس، داروهم كبش ضحيه باش يخلقوا مشكل باش يشكتوا الشعوب. سي دو لا بروباغاند، سي لا كرياسيون دو لينمي. دونك ايها الشعبين، ايها الشعبين المغربي والجزائري، اخرجوا برا وتظاهروا، مانيفيستي. نتوما الجماعه اللي عندكم اللي يسمعوا لكم بزاف اكسترا، ماذا بكم تلحقوا هذا المطلب، مش المطلب تاعي انا، لانه الحرب اللي حيموت فيها راح يموت فيها الشعب الفقير كسوا مروكي ولا جزائري. لازم تفهموا حاجه باللي الاستعمار كيخرج، كسوا الاستعمار الفرنسي ولا الاستعمار الانجليزي، كيخرجوا من المستعمرات خلقوا بؤر توتر، خلقوا دي زون دو كونفلي اي دي زون دو كريز. جزائر مروك باكستان الهند اي انكور ايران العراق، خلقوا بؤر توتر. نفس البؤر هذه احنا ما زلنا نتعاملوا معها. ضو الماء بعد واش صرا في لونو بعد لاريفي تاع لو مينيستر دي زاو اسرائيليان لا ديكلارا، باسكو سي لوي كي ابري لا ديسيزيون غريسي بوليتيكمون ديبلوماتيكمون. vu les antécédents اللي عنده السوابق اللي عنده مع الجزائر، سي نورمال نحترسوا منه، وسي نورمال ما نحبوش النظام الملكي المغربي، النظام الاستعماري المغربي، لانهم هما ثاني تحت الاستعمار كما حنا.